سنة 2021 خرج علينا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بخبر مخيف. 4 degrees and we say goodbye to whole cities. Miami, Alexandria, Shanghai, all lost. وهو إن في مدن كاملة ممكن تختفي بسبب التغير المناخي، ومش مدن صغيرة، لا، دي مدن كبيرة زي نيويورك وميامي وشنغهاي وكمان اسكندرية عندنا في مصر. والموضوع ده قلق المعماريين بشكل كبير وخلاهم يفكروا إزاي يتعاملوا مع المشكلة دي، إزاي ينقذوا المدن دي من الغرق. والحل بالنسبة لهم كان في المدن العايمة. يعني إيه مدن عايمة وشكلها هيكون عامل إزاي، وهل فعلا هنقدر نعيش فيها ولا لا؟ هو ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من المعماري، أنا أحمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكاية. مين فينا ما بيحبش البحر؟ لمة الصحاب تحب البحر، العيلة تحب البحر، حتى السماسرة في اسكندرية هم كمان بيحبوا البحر. كل ده تمام، تعرفوا بقى ايه الجديد؟ ان الدول هي كمان بتحب البحر، طبيعي، لأنها بالنسبة لهم المكان الأميز على الأرض، بيوفر لهم طرق للتجارة الخارجية، بيجذب سياحة، ده غير إن في ناس كتير بتحب إنها تعيش على السواحل علشان يستمتعوا بالفيو بتاع المية، يشموا هوا نظيف، يعني شغل واستثمار واستيراد وتصدير وليلة. علشان كده منطقة تلاقي الدول القوية بتهتم جداً بأنها تسيطر على السواحل، حتى لو دخلت حروب طويلة علشان تحقق ده. لو بصينا مع بعض على دولة زي البوسنة والهرسك على الخريطة، هنلاقي إن كرواتيا لف حواليها من كل حتة، محوطاها، يدوب بس سايبالها جزء صغير تقدر تطل منه على البحر الأدرياتيكي. كتر خيرهم والله، خدوا الساحل كله وسابوا لهم يدوب بلكونة على البحر. وده طبيعي، البحر دايماً ريتشو عالي والإقبال عليه استثنائي زي ما قلت لكم. وخلينا أكد لك الموضوع ده بالإحصائيات، هنلاقي إن متوسط الكثافة السكانية للمناطق الساحلية في العالم بتكون تقريباً ضعف متوسط الكثافة في المدن التانية اللي مش بتطل على أي سواحل. ويمكن أكبر مثال على ده دول شمال أفريقيا، حوالي 50% من تعدادها السكاني عايشين على السواحل، مع إن الأراضي فاضية كتير. نفس الكلام أمريكا، 40% من سكانها برضو بيسكنوا على الساحل سواء الشرقي أو الغربي، ودي أرقام كبيرة جداً بالمناسبة، لدرجة إن في دول ممكن تسيب أرضها صحراء وتروح تعمر الساحل. وللأسف الوضع ده عمل أزمة كبيرة قوي، وخلينا أحكي لك. التغير المناخي والاحتباس الحراري بقى مشكلة كبيرة، وأعتقد كلنا بنعاني منها الفترة دي، وأكتر ناس معرضة للتهديد ده هم المدن الساحلية، لأن زي ما احنا عارفين احتباس حراري يعني درجة حرارة الأرض بتعلى، وده هيأثر جداً على القطبين وهيسيح الجليد اللي موجود فيهم من آلاف السنين. وطبعاً الجليد ده لما هيسيح هيتحول لمية، والمية دي هترفع جداً من منسوب البحار والمحيطات. يعني لو هنتكلم بالأرقام هنلاقي إن منسوب البحر بيعلى تقريباً من 2 ل 3 ملي كل سنة. رقم صغير أنا عارف، بس لو بصيت معايا على الصور دي هتلاقي إن الرقم الصغير ده بياكل كل سنة من السواحل، لدرجة إن في مدن كاملة ممكن تختفي، مدن زي ميامي ونيويورك واسكندرية. كل ده شكراً، وده مش كلامي، لا، ده زي ما قلتلكوا كلام رئيس وزراء بريطانيا في كلمته في قمة المناخ في جلاسجو 2021، المؤتمر اللي بيتعمل دلوقتي كل سنة في دولة مختلفة. آخر واحد اتعمل عندنا في مصر، والسنة دي كوب 28 هيتعمل في الإمارات علشان يشوفوا حل المشكلة اللي العالم كله فيها دلوقتي، لأن فعلاً الوضع بقى خطير، مش بس على الأجيال الجاية، لا، ده كمان علينا إحنا في المستقبل القريب، ولازم نلاقي له حل بأسرع ما يمكن. طبعاً أهم حل لازم نعمله هو إننا نقلل من درجة حرارة الأرض، وده مش هيحصل غير لما نقلل من انبعاثات الكربون في الجو. ومن هنا هنلاقي الدول كلها دلوقتي بتحاول تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة وتقلل من استهلاك البترول. الكلام ده كويس، بس برضه لازم يكون في خطط بديلة. افرض ما قدرناش نعمل كده، ومش بعد ما العالم كله اتعود على البترول نسحبه منه فجأة ينتكس. وهنا الحكومات بدأت تقلق تحت شعار أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي، أو زي ما بيقول الطالب المصري هنعوض في الفاينل. احنا لازم نقلل من انبعاثات الكربون، ولازم برضه نسيطر على الاحتباس الحراري، بس لغاية ما ده يحصل أكيد مش هنسيب المدن بتاعتنا تتدمر بسبب ارتفاع منسوب البحر. علشان كده الحل كان في المدن العايمة. فكرة المدن العايمة على قد غرابة اسمها إلا إنها مش فكرة جديدة أبداً، لأنها موجودة من زمان، ومن زمان قوي. ويمكن أشهر مثال على ده هي مدينة فينيسيا أو البندقية، واحدة من أشهر المدن في إيطاليا. أكيد شفتها قبل كده في فيلم أو فيديو، هتلاقي الناس هناك ماشية تتدنجل بالمراكب كده رايح جاي. ولو رجعنا بالزمن شوية هنلاقي إن قصتها ابتدت من شوية صيادين قرروا يبعدوا عن الدوشة اللي موجودة في العالم وخناقات الإمبراطورية الرومانية في البر، وقاموا رايحين بنوا مدينة ليهم لوحدهم
وسط البحر. فكرة مجنونة بس هم عملوها، والعبقرية هنا كانت في ازاي يثبتوا المباني دي على وش المية. علشان كده هنلاقيهم عملوا أعمدة خشب طويلة جدا وسط المية، بس مش أي خشب، لا ده خشب من شجر معين اسمه شجر السنديان، وده خشب بيقاوم المية نسبيا، وبسبب تركيز الملح العالي في المية دي اترسب على الخشب وزود جدا من صلابته وبقى عامل زي الصخر. بس كده بقى معانا بيوت ثابته وسكان دماغهم شغاله والسمك للركب حرفيا، وقامت مدينه فينيسيا وتحولت من ساعتها لمعجزه معماريه، مدينه من غير طرق ولا عربيات، الناس بتتنقل فيها بالمراكب، وبقت واحده من اهم المزارات السياحيه اللي الناس كلها بتحب تروح تشوفها. ومش بس ايطاليا، لا ده كمان الصين عندها واحده اسمها ووهن تاون، نفس الفكره برضو، مدينه مبنيه بالكامل وسط الميه وبيسموها هناك فينيسيا الشرق. هولندا كمان فيها مجموعة كبيرة من أجمل القرى في أوروبا، قرى صغيرة عبارة عن بيوت جنب بعض وفي وسطهم قنوات مائية، لو بصيت عليها من بعيد هتحس إن البيوت عايمة على وش المية. كل ده طبعاً على سبيل المثال، لسه عندنا أكتر. اللي عايز أوصله في الآخر إن الأماكن دي كلها فكرتها واحدة، وهي إنها مبنية وسط المية، يعني الفكرة ممكن تتحقق وبأكتر من تطبيق على أرض الواقع أهو. وده اللي خلى المعمار الدنماركي بيار كينجلز بعد ما قدم المقترح بتاع رفع الساحل في نيويورك، قدم كمان اقتراح تاني لشكل مدن المستقبل، وإنها لازم تكون مدن عايمة، بس مش زي الأمثلة اللي لسه قايلينها، لا المرة دي هتكون عايمة بجد، بتطفو على سطح المية علشان تقاوم ارتفاعها في السنين الجاية. بس علشان نموذج المدن العايمة ده ينجح، في كام حاجة كده لازم ناخد بالنا منها كويس قوي، وخلينا اشرح لك. أول حاجة لازم نراعيها لو هنصمم مدينة عايمة على المية، إنها ما تكونش معتمدة على أي حاجة موجودة على الأرض، يعني مثلاً تنتج الطاقة بتاعتها بنفسها، وطبعاً عن طريق مصادر متجددة للطاقة علشان ما نزودش من انبعاثات الكربون. تاني حاجة لازم نزرع فيها المحاصيل اللي إحنا محتاجينها بحيث تكفي نفسها بنفسها. تالت بقى وأهم حاجة إنها تعالج الصرف بتاعها، لأنها أكيد مش هتصرف في المية، علشان كده لازم يكون في نظام لإعادة تدوير الصرف، نحوله طاقة مثلاً نستغله في الزراعة، المهم ما نصرفش في البحر. من الآخر الحاجات دي لازم تكون موجودة وأساسية في المدن العايمة علشان تنجح وتكون مدن مستدامة، علشان ما تبوظش الكوكب أكتر ما هو بايظ. علشان كده المعماري لما صمم نموذج المدينة العايمة فكر في كل ده، هنلاقيه قرر إنه يعمل منصات على شكل سداسي بحيث تكون هي دي أرضية المدينة، لأنه شايف من وجهة نظره إن الشكل ده هيكون أكتر شكل متزن وراسي على المية. بس المنصات دي مش هتكون متثبتة على الأرض بأساسات زي اللي شفناها في فينيسيا، لأ دي هتكون متصنعة بشكل معين ومن مواد معينة قادرة إنها تعوم على سطح المية، بحيث كل ما مستوى البحر يعلى هي كمان تعلى معاه وما تغرقش. حرفياً المدينة بالكامل هتسيب نفسها للمية ترفعها عادي جداً، والمنصات دي هي اللي هنبني عليها المباني بتاعتنا اللي لازم تكون ارتفاعاتها متوسطة، أكيد مش هنعمل عليها نطحات سحاب مش هتستحمل. وكمان المباني لازم تتبني من مواد طبيعية زي الخشب مثلاً بحيث يكون وزنها خفيف، ولازم نراعي في تصميم المباني إننا نزود في مساحات الأسطح علشان يتعمل عليها ألواح شمسية، لأن هي دي اللي هتولد كهرباء للمدينة كلها، لأن زي ما قلتلكم ما ينفعش نعتمد على أي كهرباء من بره. ده غير ان هيتعمل فيها صوب ازاز بحيث نقدر نزرع فيها كل المحاصيل اللي احنا محتاجينها. المنصة الواحدة من دول ممكن تستوعب لغاية 300 شخص، وطبعا ممكن نكرر المنصات دي جنب بعض ونغير في استخدامات المباني، نعمل بيوت ومباني حكومية وبنوك، واحدة واحدة من غير ما نحس نلاقي نفسنا وصلنا المدينة كاملة بتستوعب لغاية 10,000 شخص. ولو عايزين ممكن نكبرها عن كده كمان، المنصات دي هتكون كلها مرتبطة ببعض بكباري مشاة علشان نقدر نتحرك براحتنا بينهم، ده غير ان هيكون في قوارب مخصصة علشان لو حابين نتحرك في المية. كل المشاكل اللي ممكن تتخيلها ليها حل، لدرجة انهم عملوا اكتر من تصميم علشان تناسب كل الثقافات في دول كتير في اوروبا واسيا، ده حتى في تصميمات معمولة علشان تناسب ثقافة الدول العربية، وكل ده علشان يقدروا يكرروا نفس النموذج في العالم كله، لان اكتر من 90% من المناطق الساحلية في العالم بتواجه نفس المشكلة، والمدن دي بالنسبة لهم هي المنقذ الوحيد. اللي عايز اوصله في الاخر اننا دلوقتي بنواجه مشكله كبيره، مشكله ممكن تاثر على شكل حياتنا احنا في المستقبل، واحنا كاجيال انتوا عارفين احنا شفنا ايه، احنا شفنا اللي محدش شافه في العالم ده، ظواهر طبيعيه وانسانيه واوبئه وبلاوي، احنا ما عشناش سنتين هادين ورا بعض، مش ناقصه بقى كارثه بيئيه الله يسترها معاكم، زقوا معانا الوجود الانساني شويه. المهم ان العالم كله دلوقتي بيحاول يقدم حلول للمشكله دي علشان يقدر يتجنبها قبل ما تحصل. ممكن تكون شايف ان الحلول دي صعب جدا انها تتطبق على الاقل بالصوره اللي متقدمه لنا دلوقتي، وشايف ان ما افسدته السنوات لا تصلحها الدقائق، ده حقيقي، بس لازم برضه نكون عارفين ايه اللي بيحصل في العالم والدول اللي حوالينا بتفكر ازاي، ولو في حقيقه واحده في كل اللي بيحصل ده فالحقيقه دي هي التغيير.
العالم بيتغير بشكل مستمر ولازم احنا كمان نتغير معاه. الكلام على الاستدامة والبيئة دلوقتي ما بقاش رفاهية زي زمان، ده بقى زي الصحة والتعليم، حاجات لو ما عملتهاش فانت كده بره حسابات المستقبل. وبس كده خلصت حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وطبعا لايك وشير للحلقة، وخلونا نتناقش في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من المعماري.